ماشي. I want you to fight. لا بجد ميسيو نينجا بحسه الاب الروحي، اقسم بالله. الاب الروحي بصراحه، الاب الروحي والله، او المعلم. لا الاب الروحي قوي ديداسكالوس. يعني انا مش هقول كلمه يعني بمعنى كلمه، هقول يعني شيء خفيف بس انه له معنى، عرفتي؟ حلوه الفكره بس اغني نسمع. بصي انا فكرت في اغنيه كتير حلوه بس هي منها يعني ممكن تغني اي حاجه يعني بعد ما تخلصي ممكن تقول يعني كان المذيعه بتقول لكم ايه، ما احب ان انت تهدي لي قبل ما تمشي يعني تهدي لنا، بما انك انت اللي خدتي لقب هتغني اغنيه. على فكره اللي بياخد اللقب مش بعدها بيغني، ما تحطينيش اخد اللقب يا حبيبتي، احنا مع هيلدا وفي اخر بتاع قبل النتيجه. فهمتي؟ احنا بنتكلم على الاكاديمي، انا بنحكي على اللقب يعني. انا بقول لك يعني عشان نفهم، عايزاهم يفهموا ان انت في برايم او ان انت دلوقتي مع هيلدا يعني. ما انت في ايه حبيبتي؟ لما انت تحكي هيفهموا انه انا ببرايم واقفه. ازاي هفهم؟ ممكن يفهمون انا في اي برنامج يعني مذيعة وبتتكلم. انا هسلم عليك اقول لك هيلدا، هيلدا باي برنامج ان شاء الله موجود؟ ببرنامج تربح حظك؟ ما بستاهل كده. وانا هيلدا؟ هيلدا تزعل على نفسها. اكيد لا. والله يا سلام انت هتبقى احلى. ده انا عايز المشهد ولا بروح؟ الاثنين عادي. لا براحتك اخر مشهد. لا مش عايز، لا تعيطي ليه يا بنتي؟ ما لسه على فكره اصلا ما اعرفش اعيش الجو يعني، لسه مش هفهم يعني، مش هتوحشني الاكاديميه الا لما بجد امشي يعني، مش هعرف قبلها توحشني. طب بصي انت مش قلتي ما اتفرجتيش عليه ولا سنه؟ انا ما اشتركتش يعني، ما خشيتش الاكاديميه. بس وحيه ربنا كل ما اتفرج على فينال ويعملوا كده، اخر واحد بيسحب شنطته من تبعه الفاينل، والباب اللي تحت، الباب اللي فاتوا من المشتركين عم يطلعوا منه، والموزيك لازم تشوف. فكره ايش بيشعر بدل ويصوروا لك كل زاويه من الاكل. لا ده صوت نمر خطير على فكره بالريبورتاجات. وكلهم لا وبيكون مصور عم يصور من شباك اوضه البنات، وكل المشتركين تحت ويعملوا هيك باي اكاديمي حبايبي، بتسكر البيبان تحت كله ال20. لا اللي بيجوا بالفاينل يعني، والفاينلز وال يعني احنا عم نودع الاكاديمي، مش يعني ما في حدا فوق. فهمتي؟ ضفر مكسور كسرة، الله يلعنك بجد. مش مفكرين في اغنية. يلا عايزة اغني شي طرب بصراحة. طرب؟ على فكرة اغني اضواء الشهرة بتاع كارول، انا قلت لا. طب يعني انا لو قلت لك اهدي اغنية مثلا للاكاديمية وللاساتذة تقولي لهم ايه؟ يعني حاجة تعبر عن حبك ليهم مثلا او كده. ما في، شوفي العصافير. العصافير هاي برضو هناك. طب ما تشوفتي في الليستة، لسه تلينا هنا في 300 أغنية موجودة حبيبي، لسه تشوف إن شاء الله. أهم دول في 2 عربي، في 200 أغنية عربي. هي مش من هون منك أنت، يعني ممكن تلاقي حاجة على فكرة تفكرك بأي حاجة. لو عقلي طار هو كلهم جديد.
الله في أغنية لطيفة هون. أمني بيت مطرح منك ساك. أنا اشتقت لك اللي بحبها ميدو. أنا اشتقت لك أنا بحب لك. هذا بكرة لازم نركبه على فكرة. آه لا بعد هيدا بدنا نحطه بعد الإيفون. أنت بتعرفي أنا اشتقت لك؟ تحفظه؟ مش حافظه بس اكيد هنا في كلمات يعني بيبقوا حاطينها ولا لا؟ لا ما كلمات بينكتبوا تحت. مالك انت؟ اه صح. اه بصي انا اشتقت لك هاي بدك تسمعي التوزيع كله بدي بكره لازم نحطها بعد الايفاد. حلو حلو هذا الشيء كثير. هاي ماجيك سينج على فكره بعتقد هلا رخصوا على فكره ما من مثل زمان. لا لا ما اعرف شو يعني. حسين الجسمي بس ليه ما جابوش انجلش جايبين بس عربي وفرنش عشان صار مبدع في الحاجات دي. ايطالي هون اكيد في انجلش. مالك انت ما فيش يا بنتي البتاع نفسها مكتوب عليها اف اف اغ فرنش والتاني مكتوب عليها عرب عربك. والله مفيش انجلش خالص في ايطالي. طيب عربي يعني عايزه مثلا حاجه ورده ولا كده ولا اي حاجه يعني غير ورده. غنيتي ورده كتير ولا عملتي؟ لا في الماضي غنيت ورد. اوكي. ام كلثوم. ام كلثوم. طب ايه اخبار اغني مقطع من الاطلال؟ عايزه اغني اطلال؟ لا مش عايزه اغني يعني. طب فكروني بموت فيها مش طبيعي. بحبها جدا. فكرت فيها يعني. فكر اغنيها اصلا ما كلنا داخلين ام كلثوم. انا مش عارفه اغني عربي ده مش جاي في دماغي اي اغنيه مش عارفه ليه. في ام كلثوم اسال روحك حيرت قلبي. اغني شو اسمها اروح لمين اقوليها كده مش عارفاها ما مش حافظاها صراحة. عايزة اخش اطربهم بقى في اخر ايفال يعني اكيد ما في ما راح فوت غني. طب اللي هي اسمها ايه برضاك يا خارج تقوليها بتقوليها بطريقة حلوة جدا مش طبيعي. ما غنيتها ولا مرة على فكرة غنيتها في الكاستنج بس حلوة جدا يا لهوي لما كانت بتيجي في اول المسلسل بتاع ام كلثوم قبل حسنا. المسلسل لما تيجي كده لسه قبل ما يبداوا تن تان كانت بتقتلني. تخشي تغنيها دي حلوه جدا على فكره مش اي حد. هتكوني واقفه معي على فكره جو ده ايه ما انت مذيعه. ما احنا الاسبوعي لما نظبط المشهد اللي انا نشوفها تغني في الاول في الاخر وانا هعمل ايه. انت ممكن تغني ومش عارف ايه وبعد كده فجاه ادخل انا شكرا لاميمه اللي اطربتنا اليوم ومش عارف ايه وهلا يا اميمه بنقول لك مش عارف في النص ممكن ادخل كده في الاخر خالص. بفكر العكس انا طلب اخش اغني الاول. ديك المره فتت زيتونه غنت وبعدين عملت المشهد. اي ما انت اعملي حاجه قبل الغنى يعني ادمجي الغنى في النص يعني حاجه تبين الاول المكان وبتاع وعلى اساس ان كان هيلدا قاعده في الجنب لسه انت داخله حاجه بتحصل بعدين هتغني هاني دي وبعدين بدها شغل على فكرة كتير خاف اغلط فيها. طب ما تقعدي تشتغلي عليها شوية مش مشكلة. لا يعني صعبة صعبة فهمتي في لو زح لو راحت منك عربة خلص راحت الاغنية بالخص في الاخر. هي بتقول بدها
برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي. أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي. لما ناجيك لما ناجيك لما ناجيك لما ناجيك ولما تستمع شكواي. نكشي حلوة جدا بس بدها بدها تركيز بصراحة. انا بقول حلوة جدا يعني عشان يعني اغنية ممكن تخش تتحدي بيها جامد يعني كتر ما فيها فيها غنى كتير فيها تحت وفوق وكله. هلا صوتي تعبان مش عم غنية مني بس اغنية حلوة جدا دي. أم كلثوم تاني بقول لك حارة قلبي. حارة قلبي دي جميلة. اسأل روحك ألف ليلة وليلة أنت عمري. فات الميعاد. افرح يا قلبي. مش حافظتها بس حلو. حلو جدا. افرح يا قلبي لك نصيب تلومنا جوايا الحبيب. افرح يا قلبي. لا انت تكوب لي كنت حافظها كلها زمان مش فاكرة. اشيلوا الحال الله. اكشي. لا مش حافظها نسيتها خالص. الورد الجميل تعرفين بتاعت اسمها امتى حتعرف امتى اني بحبك انت. امتى حتعرف اني بحبك انت انت انت. امتى امتى حتعرف امتى امتى حتعرف. ترلم بام بام. جميلة. ستايل ليلي الأنس على فكرة. ايوه. واسمها ايه برضه اللي يا حبيبي تعالي الحقني شوف اللي